السلام عليكم الوالد. عليكم السلام سالم. كيف حالك؟ بخير؟ الله يعافيك. انت بخير؟ بخير مشكو باس. حال العيال؟ نعم الحمد لله. حالك؟ بخير بعد. حال اخوك؟ مشكو باس. كلكم بخير؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. انت بخير؟ كلكم بخير؟ نعم الحمد لله. حالك وعلى ابدانك؟ كلهم بخير. وروحك بخير؟ عافية الله. يا حي الله مرحبا. الله يعافيك. والعلوم؟ مشي. مشي خبر. بهو؟ نعم. شي علوم؟ شي خبر؟ يا حي الله مرحبا الوالد. مرحبا. كيف حالك؟ منين؟ والله من عمان كلها. من عمان كلها. نعم. ونعم. انت من وين؟ انا من عمان كلها شرواك. كيف؟ يا حي بعمان وهلهي. نعم والله. كيف حالك الوالد؟ خير. انت بخير؟ نعم الله. الوالد محمد. نعم. بن علي. نعم. القنوبي. نعم. اللي نقلنا علي ايش تستوي؟ اللي نقلنا علي حضريه. حضريه. واللي نقلنا علي علي بدويه. بدويه. نعم. محمد بن علي القنوبي. نعم محمد بن علي محمد لما بغيت تكمله محمد بن علي بن راشد القنوبي. القنوبي. نعم. الله يعافيك. وبغيت بالقاف تمشي القنوبي. القنوبي. لكن حنا الحين يكتبون هي الجماعه ونكتب هي بالقاف. بالقاف. آه. لكن تنطق القنوبي. القنوبي. مع بدويه. مع بدويه. ومع بالحضريه القنوبي. القنوبي. اها حنا نقول القنوبي. القنوبي. زين الوالد. نعم. احنا يقولون انت. نعم. اوين يوم بتصيح ونه. نعم. تسكت اللوادم. نعم. واستوت عليك قصه. نعم. يبا ذي صح صح لخبونا بذي صح ولا ما صحيح؟ والله صح علي ما قالوا استوي. مستوي ها؟ مستوي ووقفوني. انا اصيح الونه في مكان هذاك من ادخل في مكان اللي انا اطلع منه. ما اصيح الونه. هين استوت عليك قصه؟ استوت علي هني في عمان الداخليه في الحي عمان الداخليه هني في عماني. في عمان عمان هني عمان باطنه. عمان باطنه. ها مكان يسمونه وادي بن عمر. وادي بن عمر. ها لكن البلد اللي وقفوني فيها يسمونه طال عمرك الظاهر. الظاهر وعمرك يطول. كيف القصه؟ هات لي اياها من الاول. من الاول صار عمرك حنا نساعد. نساعد على الكاب ذاك الوقت سيايل مشي. والمكان خشن. وشالين رفاع مني ونزلناه هناك ويوم نزلناه عصر ربحني قرب بين الصلاتين ذاك الوقت ساعة مشي نزلني رفاعني وربحني قافلة واني ذاك الوقت يمكن بعد 15 سنة بس يمكن تقريبا بعد 15 سنة كم الحين عمرك الوالد الحين؟ الحين 75 75 75 سنة هو في الصحة من فضل الله يده الحمد لله رب العالمين الله يعطيك الصحة دائما والدختر أشكر ربي وحمده ما نمت فيه ما مشيته؟ مشيت لكن ما نمت كان كان زكمة شو الحين على ما خبرتك كان زكمة خذ حبوب ولا شراب هذه واحدة يوم كب مية فوح ما عارف ايش اسوي زين وبس هذه ولا ما الحمد لله هش ما نمت فيه. ايش ما اكلك الوالد ايش تاكل؟ اكل خير اكل السمن والعسل النحل والخبز والحليب اللبن اول حين نسميه لبن الحين نسموه حليب عسل نحل وسمن سمن وخبز عماني عماني الخبز ماكله هذه مال هذه مال الدكاكين اكباتي وغير هذه ماكله كل عماني عماني والسمن عماني والعسل عماني ما شاء الله عليك كل هذه ما تولي والحليب اشرب الحليب ارتاحي حليب بوش حليب بوش يوم قدرت بوش معني ناقه ملي يوم اللي بيشربون خمسه مني بعد ولده ترويهم ما شاء الله الركب زين الركب لا تنشد ها لا تنشد والعيال ذكر الله خيرات بت كم كيلو تمشي امشي في اليوم يمكن ثاني الصبح بعد صلاه الصبح امشي كيلوين كيلوين اه الحمد لله ماشي الله. كيلو راجع كيلو الحمد لله. ومن بعد اداول في المزرعه يمكن بقول لك يجي لها اوقات النهار كله ويجي لها امشي مع امشي لبوش واتبعهن أورعهن أردهن على عزبتهن يا خيب حمد عرزيك مهزين قلت أبريك وزاي يولهن إيشي اللي صيب حمد عرزيك مهزين قلت أبريك وزاي أرزيهن رد الخروفه رد الخروفه اها خروفه الربع وانت جاي واني جاي هابطين بباطنه شيبتك صاح من راسه من قمه راسه يعني بصوت حلو لحن الضوء سقواء الوليد الزول هذه جويه 15 سنه عمري 15 لكن بقول لك ما يحتاج ما تبى مثيل والخبر بتلقاه مع الجماعه زين ويوم هبطني من الوادي هالعربان يجدون فرض الضويهر سميه بلاد الضويهر يجدون فرض ذاك الوقت تلبع
ويا ما وين مش هم ولادهم واني كيف فوق ذاك تسجع لا تنشد ومشد جنبوش ويا ما عم اي ما لكن انا غني غني بشكل انه طربان فرحان غايب الفواد غايب والدنيا محاسب الحساب ولا هاي الدنيا بتستوي سكي وبنسعب هذي التعب ولا هاي الشيء بيتعبني كذي قطع لي واحد يعرفني قال لي محمد قلت له نعم قال من تنزل من الوادي تدخل الوادي هذيه لا تغني لين تندر منه ولا تراك بتشوف شيء ما شفته كذي قال لي كذي قلت له ان شاء الله جزاك الله خير ومناك امشي اساعد لك من ادخل الوادي من حدره لين اندر من عدوي ما غني وش السبب السبب والله تعرف الروح لا خبرني ما فصل عليك خبرني ما اقدر ما اقدر توقفهم ما اقدر اقول لك لا قول لي توقف اقول لك وقفوا ها وقفوا واكل الناس اللي من عرب وحريم وقفوا على الشارع والشارع واللي في الوادي وهم فوق الجبال فوق يتسمعوا يتسمعوا وقفوا خاصه العرب لما ينطلون قعدوا وقوف ودوا شغلهم والرجال هذاك قال لي لا تغني ولا تراك بتلوم حياتك وهم ذاك الوقت تعرف روحك هالأعمال تسمع بشغلات تم صحيح انزين بتسمعني ايها الشلة تحفظها تحفظ الشلة دي بسم الله الرحمن الرحيم قاعد وحوث القلية القلية غيب ويحتلق البن ولايف ما قدر تفني يدمن وحده حرف ميلاية وحده حرف ميلاية حرف ميلاية وحده يوهر عدن وحده حرف ميلاية وحده يوهر عدن صرف الدراهم صرف الدراهم عطين بما يبن يا صرف الدراهم عطن ما يبن عدلي يا عدلي يا قال يقول قاعد احوث القلية غيب واحترق البن عن ثنتين الولايف ما قدرت افند من ندمن وحده حرف ميلايه وحده يوهر عدن يوهر عدن يا صرف الرباب يعطن بما يبن سارا يبن الولايه خذن عقلي ومشان سارا يبن الولايه خذن عقلي ومشان ودعنا مكانه وانت دعنك مكانه مكان والفواد شلنا معه شلنا معه ما يستوي شلنا معه عاد استويت يسد ولا يثه يثه خليتني يستهب لي روحي يا مهيتي شليت قلبي وخليتني يسهب لا روح يسهب لي روح يا مهيتي شليت قلبي وخليتني يسهب لا روح انزين شايب بعدنا بس سوالف وايد نعم تفضل ايه سوالف وايد لكن يبان نريح شويه نريحك نيلس ايه بنيلس كيفك انت بنيلس. لا بنيلس انا لو تم يوم عارف عارف. انا تعبت انا حشاك ما تتعب انت ما تتعب انا تعبت انت ما شاء الله عليك تمشي 2 كيلو في اليوم
يا قلب هوجز في ليالي العسيرة وانضم بيوت من فنون كثيرة كل اندرى عما في قلبه وضميره لي يبتلي بالعشق تكثر فنونه. انزين الوالد كانت حياتني ما اقول لك ما فيها شده وفيها رخاء، فيها شده من قل ماده ومن قل مواصلات، لكن فيها رخاء، فيها فشتي طلعني في الباديه حن وحيواني مرتاحين مع بعضنا بعضنا، رمس الباعه العرب والجماعه الثانيين الباعه كلنا يجيب سوالفه وكلنا يسولف ومع مقلوب صافي على بعضها بعض، وخوة يميلة وخوة احترام وخوة معروف، الواحد يضحك الزميلة من الشوف كان هذا ولا هذا الجنسين زين، ومرتاحين ومن قرب قيض تحولني نزلني لباطنة علم وارد وقمني أم وارد من الصبح تلقاهم فوقه الحرم العرب في الصوب والثانيين في الصوب يدبون ينزحون مين الحيوانهم، والحيوان يمشن مشى صواره ولشى سياره ولشى حرامي وبيسرقونهن كل حامي داره وطال عمرك عمرك طول. وبعدين قوم سيارات ما تحاتيهن يدعمنهن سيارات ولا يقبضهن صوار ولا تقبضهن بلديه، ياخذن الشمال وينوب حادر حادراني حنا بحذاكم انت حادر وسانب ومتريها يوم بيجيك بيجن في بيت بيضمن في بيت الغنم اقبض من طالف لياك خاطر اقبضك من طالف بذبح تلقاها تقول طاع مني سنه، والحين لو تطعمه سنه ما يبين فيها سبحان الله، ابوش يوم بيصيح صايح اقطع له وركبه بتلحق فخشومهن وانت ما طاع مني، واليوم اليوم لو تطعمه بيدك وليولك الوحدة تلقاها كأنها مسلوبة، الدكتور بيقول لك لمر فيها دود أو مر فيها حساسية أو مر فيها أمراض ثانية وانت ما تعرف، أول انضرب شيء بتوسمه انطلبت بتوسمه واحد من الشياب اللي عارفهم بيوسمه والحمد لله وبتنشلك صحيحة. زين وكيف حياتكم يوم كنتوا تنقلوا من مكان لمكان تمشوا مكان وقت المطر وقت هذه؟ كان أول يوم ننتقل بننتقل من مثل هذه السمرة هذه الشيرة بنقيم فيها لله يسرنا الشارع وزايد وناقص خحفت الدار كلنهي مني الحيوان بننتقل من مسافة حوالي كيلوين وبندور هناك المية أبوش والحيوان عقب سبوع يوردن، أما لهن شرب نجيب في قرب وقرب ما عارفك تعرفونهن ولا اي نعرف قرب سعان وقرب السعن هذه اللي مال الغنم الصغار اي صخال ولا يداي صغار السعن اللي تلبصه الانسان يوم يمشي ينشر يشحث او ينشر يقنص نعم ما عاد فقه، وقرب هذا اللي الغنم كبار هذه اللي خلهم في العزيم تكرم الحمار ولا الناقه يحمل ثنتين وثلاث ثنتين وثلاث واربع دايل، والحمد لله فراحه التمر يشرونه الجماعة غير مع تمر مع مال وعنده تمر ولا يشرونه ويأكلون، أنت ما عندك اليوم شيء بتأكل من عندي هني يقول الوالد نعم يقول فلوا الرباعة بالسعانة والقرب والقرب أيوة هن اللي السعانة والقرب زين قال يقول واحد مغرد يقول إذا يقول دور عباق ضبيان كانت حيدة يوم السعن عبر وباقي زيدة يوم السعن عبر وباقي زيدة دول عباق ربيان كانت حيدة يوم السعن عبر وباقي زيدة علينا البدان ضاع ملف الناصي ناسا يساوي
لديرة العزم الفناصي وتصبح وتمسي على بشاش. زين الوالد. نعم. عاد في رمساتكم بالليل الأول ايش تسووا؟ ايش تقولوا؟ ليش الطارق ايش الطارق؟ ولي سولف عن الزمان لما ضع عليه ومخافر اللي لحقته والشومات ما بعده، مثل شايم يبا بريمي او شايم يبا دبي او شايم يبا نزوة او شايم يبا بدية ويعلان، وبعض منهم يوصلون صور قال لاني ريتكي وصلتكي ومكانك لاني حصلت كذي، وريت العرب الحشام لو نعم بالعرب بالكرامة والاحترام والخوة، وربعوني عن عدو عن خصيم وعن بعيد وعن قريب، ربعوني وقطعوني من مكان لمكان، واني من دله مكان هذا عدوني اياه وربعوني ودالوني بالمكانات فالرمسات الشجاب يرمسون والعيال يتصبخون، ما الولد ما يستانس يتكلم ولا يستانس يرقد، اذا رقد اباك ولهم مره شارع فظهره مره يتسمع وعينه مع شيبان اللي اشتغل في شغل ثاني بدشداشته ولا وزاره ولا مع اخوته ملوم لايمه كبيره. وذاك الوقت مشى تعليم يرحمني الله برحمته والحمد لله رب العالمين. لكن هم في المجالس ياخذوا من هذه ومن هذه. من هذه وهذه. ويقول اني مشيت مع مطوع فلان وعلمني عن كذي عن الصلاه وعلمني عن كذي وعلمني عن الحلال والحرام وعلمني عن اللي هي يصر وينفع. ومن يعطي كلمة عاد هو حافظني. ذاك الوقت حفظ. يعلموا بعضهم بعض. بعضهم بعض. قصص. ولا مثلا دروس ان كي قالوا لي وكي قالوا لي. نعم. ويتعلمون عن السلاح، شلال السلاح وضرب السلاح، ويتعلمون عن الكوب الحلال ابوش. ذاك الوقت فلان ركاب، فلان يركب واقف، وفلان يركب، وفلان اركب مع فلان، وفلان سبق فلان، وناقة فلان سبوق، وناقة فلان كذا، وناقة فلان كذا. وعلي هذه وهذا لاك الجماعه بعد يسولفون عن شغلهم روحهم، الجماعه الثانيه اللي ما نطيها. اللي ما يطروهم. اللي ما يطروهم، هاك يسولفون عن سوالفهم روحهم. ما تطريهم انت الشاب. يعني ما تطريهم. عادي هذه شيء هذه اني ما باه. زين هذاك يسولفون عن سوالفهم عادي روحهم وما وشارب بعضهم بعض. كل حد بروحه. كل واحد بروحه. انزين من دام انك قلت الطارق. نعم. والتغرود. نعم. وحين قالوا ان الشايب الله يكرمك يعني والله عطاك يعني ما صوت مزمار قالوا. نعم أول. نعم حتى اليوم. لا لا اليوم المتوفر اليوم صدقني عاد لش بقول لك فيه، ولا تبون ان شاء الله ربك بيسره، ولا تبون ان شاء الله ما بظهر عنكم. نبى طارق عدلي يا اول منذور. طارق ناسنا غير عسى ربك ييسر ناسنا ما سنين الشيء البسيط المتوفر. قال يقول يا حمد وش رايك نفلي فوق ذاك الجيب وسله هذه معكم هناك. يا حمد ايش رايك نفلي يعني شو يا حمد ايش رايك نفلي فوق ذاك الجيب وسله بوكس والسبرينج متعلي والتواير يا حمد فله من بعيد جاك متعلي عند ناسن يعملوا الدلة عقب ساعة ياكم مدلي عند ناس يعملوا الدلة عقب ساعة يعملوا الدلة عقب ساعة ياكم مدلي واصل عند ناس يعملوا الدلة. ايش اللي هذا يا حمد ويش رايك في اللي فوق ذاك الجيب ابو سيل يا حمد ويش رايك في اللي فوق ذاك الجيب ابو سيل بكس والسبرنج متعلي والتواير يا حمد فله بكس والسبرنج متعلي والتواير يا حمد فله عقب ساعة يا كم دل عند ناس يعملوا الدل عقب ساعة يا كم دل عقب ساعة يعملوا الدل وسلامتكم.
من خلق طوارد عصيري وما رد المساب الخيري سلامنا الله منزلنا حتى على ميت يرد ما لو ملون صغيري لكن عاقل وبصيري يعرف من نارني وجن ويسمع قضقاض الرعد الوالد. نعم هذه 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 الطارق قلت لي انزين وال والونا اول سمعناها اول يوم وقفت العرب. نعم بعنا نبات غرود فالك طيب تغرود نبات فالك طيب هذا شامه بنجيبه من اول هي. نعم هذه اختاف حاكم على حد من من الشيوخ مني من الشيبان ورابعوه شيباني قال له الحاكم غردوا ذاك الوقت راهم يشمون عليه الكاب مشى سيارات قال لهم فالكم طيب قالوا قال واحد من ربعة الحاكم غرد لكني معي بتكني طالوته قال له غرد غردوا غردوا بدوا غردوا ردت على بدوا غرد واحد قال غردت علي حلو تدري هامي فظل من لم الحشود وشامي يا ناقتي ما با في الدار مقامي الا غير ربعه غير عزه وربعه السلطان غير ربعه غير عزه وربعه السلطان عيبته انزين عادوا العرب فتح بيت طارود وشام وقضى حياته من مكان بعيد كانوا يمشون مثل من مسقط الى اسحار ومن اسحار يمكن يوصلون مني لين لين يسمونه العوها أو العوهي 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 آه العوهي لين هناك ويوصلون لين بريمي في الحاجات الكبيرة وما كان ما يوصلون الروحهم يطرشون عنهم نفوذ نعم طنشان لين بريمي والتغرود هذه كيف شلته؟ هذا حلوة الدير هنغمي غرت ولا حلوة الدير هنغمي من لم الحشود وشنغمي فظل من لم الحشود وشنغمي يا ناقتي ما با في الدار مقنغمي لغير عز ولبعت الحكمي يا ناقتي ما با في الدار مقامي غير عزة ولبعت الحكمي ادلي يا مرة ان شاء الله تفضل غرت ولا بنجيبها بدوية بدوية؟ تفضل ربما بنصيها قال يقول يا غرت على حلوة الدير هنغمي بدوية هذه يا ناقتي يا حلوة الدير هنغمي شلها مثل الأول صوت صوت يا حلوة الدير هنغمي يا ناقتي يا حلوة الدير هنغمي يا ناقتي ما حلوة الدير هنغمي يا مالي مقام غير ربعة الحك هنغمي يا ناقتي غردت اول يقول غردت على حلوة الدرهامي يا غردت على حلوة الدرهامي فظل من لم الحشود وشامي تبان ردي نعم يا حلوة الدير هنغمي يا ناقتي يا حلوة الدير هنغمي فظل من لم الحشود وشامي فظل من لم الحشود وشامي يا ناقتي يا حلوة الدير هنغمي فظل من لم الحشود وشامي يا ناقتي ما با في الدار مقيومي يا ناقتي ما با في الدار مقيومي لغير عز ولبعت الحكمي لغير عز لغير عز ولبعت الحكمي نرقى من بيوتر هيا داني يا داني 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 يا ابو شي فيك ذل اطفايا يا ابو شي فيك ذل اطفايا والدم عرقه من بيوت ارفايا 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 ليتك محل السير على القرايا ليتك
عيلتكم خلي السير عالقراية عيلتكم خلي السير عالقراية عيلتكم خلي السير عالقراية وتلوى على غرن ذين اوايا وتلوى على غرن ذين اوايا لم صب حنجر زفتي مثل القصب بخزايا يا والهنشرك عنها لم صب حنجر زفتي مثل القصب بخزايا